الإجراءات اللي بتحصل بعد ما السيدة بتتصل بالمجلس وتقول شكوتها أو العنف اللي هي بتتعرض ليه؟ بنشوف بقى حضرتك يا السيدة برضو بقى لها في حدود، عشان برضو احنا مش عايزين نزود ان احنا بنقول ان احنا بنفتح مجال للسيدات في اي شكوى. هي بيكون لها قضيتين بترفعهم بصورة مجانية دون تقاضي اي اجر. بيبدأ بعد كده التواصل مع المحامين اللي هم بيكونوا طبعا برضو متبرعين ومتطوعين، ما بياخدوش برضو ما بياخدوش اي حاجة. السيدة بتعمل لهم توكيل، وبنبدأ نمشي معاها في الإجراءات في المحاكم، نشوف هي ايه الحق اللي هي عايزة تاخده، وبنبدأ ناخد خطوات معاها. ده كمان زيادة على ان احنا عملنا حاجة في التعاون مع كلية طب جامعة المنصورة اسمها وحدة المرأة الآمنة. وحدة المرأة الآمنة دي عشان تعرف حضرتك طبعا ممكن سيدة تتعرض لنوع من أنواع التحرش أو حاجة، فبنبدأ علاجها سواء صحيا سواء نفسيا، لأنها برضو طبيعي بتكون متأثرة. أي حد بيتعرض لواقع زي دي بيكون متأثر نفسيا، وبنبدأ بقى في متابعة وفي أخصائيين نفسيين وفي أطباء نفسيين، وكل هذا يتم في سرية تامة. يعني حضرتك لا في تصوير ولا في خروج على السوشيال ميديا، عشان برضو بعض الناس بالحقيقة بتخاف من كده. طب في بعض المشكلات وعايزة اطرح على حضرتك التساؤل ده، بعض اشكال العنف اللي قد تكون يعني ما هياش مثلا عنف جسدي، ما هياش تحرش، اللي هي العنف النوع اخر اللي هو زي الزواج المبكر، زي التسرب من التعليم، زي مشكلات اللي هي اللي بنقول عليها مشكلات اجتماعية داخل الاسر او العائلات. هل تدخل المجلس القومي للمرأة زي ما حضرتك اتكلمتي دلوقتي بس في صورة قضايا أو تدخلات إنه تساعدوها ترفع قضية مجانا بدون أي رسوم، ولا بيبقى في شكل من أشكال التدخل الودي إنه تبقى مثلا السيدة دي أو المرأة دي محتاجة بس حد يساعدها تاخد حقها، تتكلم مثلا لو بتتعرض لعنف جسدي أو الزوج بيضربها، محتاجة بس حد يتكلم مع الزوج يوعيه يفهمه يغير نمط تفكيره. هل ده من أشكال التدخل المجلس القومي للمرأة ولا فقط قضايا؟ لأنه يعني عذرا برضو اسمحي لي في اللي هقوله، بعض الناس ممكن تقولك طب أنا لو الزوجة بتتعرض لعنف مثلا داخل الأسرة ولجأت للمجلس القومي للمرأة فرفعت قضية فاتطلقت، طب ما ده كده خرب بيوت. احنا عايزين حل مش هدم. يعني هو بصي حضرتك برضو علشان نبقى واضحين، هو شعار المجلس القومي للمرأة من الأول إن هو شعاره أن المجتمع متكامل بطرفيه الرجل والمرأة، وليس الهدف هو يعني ايه تأجيج الصراع الداخلي. بالزبط بالعكس كده. فنمرة واحد الحقيقة اللي احنا بنعمله هي التوعية. التوعية، النزول في حملات طرق أبواب ما بين ندوات. في الأول طبعا الندوات دي بتتم في مراكز شباب، في وحدات صحية برضو، بيكون بالتعاون مع وزارة الأوقاف ومع الكنيسة ومع وزارة التربية والتعليم ومع وزارة التضامن الاجتماعي. بنجتمع كلنا في منظومة واحدة، بحيث النهاردة ان احنا لما بننزل التوعية بتكون المنصة اللي قاعد عليها طبيب، اخصائي نفسي، واعظ او واعظة دينية، علشان النهاردة نوصل المعلومة للناس بطريقة صحيحة، وفي نفس الوقت بندي التوعية المطلوبة. خرجنا بقى من نطاق ان احنا قاعدين، ان احنا نزلنا في حاجة اسمها حملات طرق الابواب. بننزل نقعد مع الست اللي بتخبز، نقعد معاها نقول لها، نفهمها، نكلمها في الختان، في الزواج المبكر، في المغالاة، في المهور، ونبدأ لو هي عندها تساؤل ديني الواعظة بتدخل تكلمها، عندها تساؤل طبي الدكتورة بتدخل تكلمها. الحقيقة ان حملات طرق الابواب دي بتؤتي ثمار جميلة. يعني الحقيقة انا بشوف حتى من خلال نزولي في القرى وفي الارياف ان فعلا الناس بتسمع وبتستجيب. لكن الفكرة ان احنا ننزل للناس طبعا ونكلمهم. نعم.